بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ إسماعيل، بعد النجاح الباهر لمدارسة نظام الشركات، الآن نحن في طور الدخول في نظام آخر وفي طور مدارسة نظام آخر، واللي هو نظام الإفلاس السعودي. طبعا نحتاج فقط وصف لهذا البرنامج التدريبي، ولماذا نظام الإفلاس مهم؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذا السؤال هو لب القصيد في هذا البرنامج، ونحن يعني تعمدنا حقيقة أو تقصدنا أنه يأتي نظام الإفلاس تبعا بعد نظام الشركات. النظام الإفلاس في مجمله هو لا يستهدف الشركات فقط، إنما يستهدف الأنشطة التي تستهدف الربح، فكل نشاط يستهدف الربح سواء كان شركة أو مؤسسة فردية أو جمعية أو جهة أو مؤسسة أيا كانت، أو أي من يمارس نشاط، جهة مهنية، جهة طبية، جهة هندسية، متى ما كان عملها يستهدف الربح فإن نظام الإفلاس يكون مشمول بها. لكن لأنه مع التوجه الجديد والخطوة الكبيرة جدا في التنظيمات والتشريعات وتقرير أنه دعوة الدولة إجمالا إلى أن يكون هناك الأنشطة من خلال منشآت منضبطة ومنتظمة، وفي غالب الأعم أكثر ما يضبط هذه الجهات هي نظام الشركات، باعتبار أنه يشكل الكيانات القانونية المطلوبة، فبالتالي تجد أن نظام الإفلاس يرتبط ارتباط كبير مع نظام الشركات، فهو تبع لذلك يأتي بعد النشاط وليس قبله. فكان من المهم معرفة كيفية إنشاء هذه الأنشطة وكيفية تأسيس هذه الأنشطة من خلال الكيانات القانونية، فكان مدارسة نظام الشركات السابقة والحمد لله الذي حققت نجاحا كبيرا، ثم بعد ذلك أتينا إلى نظام الإفلاس الذي نستهدف من خلاله أن نطمئن كل من تعامل مع نظام الشركات أن الكيان القانوني الذي تم إنشاء وفقا للأصول، وإن تعرض لبعض التعثرات أو بعض الاضطرابات المالية، فإنه هذا لا يعني موت هذا الكيان أو تعرض أصحابه أو من يديره إلى مسؤوليات دون أن يستفيد من الأدوات النظامية والممكنات النظامية التي تساعده على إعادة هيكلة النشاط أو تسوية الديون مع الدائنين حتى لا ينتهي هذا النشاط. وإن وصل الأمر إلى إنهاء هذا الكيان فلا يكون الإنهاء إلا حفاظا على حقوق الدائنين من جهة، ومحاولة لتوزيع الحقوق بعدالة ومساواة بين الدائنين، وذلك من خلال آلية مقررة، من خلال نظام محدد مفصل تفصيل دقيق، ويتبع هذا النظام عدة لوائح وعدة قواعد تنظم كيفية التعامل مع هذا النظام، وهو نظام الإفلاس بحلته الجديدة وبثوبه الجديد الذي صدر في عام 1439. وكان هذا النظام مفصل تفصيلا دقيقا باحتوائه على سبع إجراءات، تبدأ من إجراء التسوية الوقائية، ثم إعادة التنظيم المالي، ثم التصفية، ثم التسوية الوقائية لصغار المدينين، ثم إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، ثم التصفية لصغار المدينين، ثم المسألة المتعلقة بالتصفية الإدارية. أيضا إضافة إلى ذلك يتعلق الموضوع في كيفية التعامل مع نظام الإفلاس ابتداء كأحكام عامة، ثم الخوض بالتفصيل في جميع الإجراءات، ثم الأحكام المتعلقة بكيفية استخدام القواعد الخاصة بكل إجراء والمساعدة لهذه الإجراءات، مثلا من خلال أحكام التمويل، تمويل المضمون وغير المضمون، كيفية التعامل معه، المحافظة على الأنظمة الفاعلة أو المواد والأحكام الفاعلة من خلال حماية الإجراءات فيما يتعلق بالإجراءات والتعاملات القابلة للإلغاء، في من خلال حماية النشاط أو حماية المدين، ومن خلال الأمين كمركز قانوني، دور مهم جدا للجنة الدائنين التي يتم تشكيلها بناء على الإجراء المتخذ، كلما زاد عدد الدائنين كلما احتاج الأمر إلى لجنة للدائنين لتنظيم عملية العلاقة ما بين الأمين من جهة والدائنين من جهة والمدين من جهة أخرى، والجهة ذات العلاقة سواء كانت لجنة الإفلاس أو الجهة القضائية المختصة أو الجهة المختصة في الكيانات المنظمة، لأن هناك في كيان جديد أو مصطلح جديد اسمه كيان المنظم، والذي يعمل لا يمارس نشاطه إلا بناء على ترخيص خاص، هذا يسمى كيانا منظما، فصله النظام، فصلت اللائحة ماذا يعني الكيان المنظم، هذا له إجراءات خاصة فيما يتعلق بالتعامل معه وفقا لنظام الإفلاس،
تحت إدارة أو تحت رقابة المحكمة المختصة المتمثلة في المحكمة التجارية. الخصوصية الواردة في نظام الإفلاس من خلال التقاضي، إجراء التقاضي، السرعة في التقاضي، صلاحيات الأمناء فيما يتعلق بالعقود والتعامل مع العقود، دور الأمين في التعامل مع الإجراء الذي يتخذ، إجراءات التصويت التي تتم على ما يسمى بالمقترح أو الخطة، خطة سواء تسوية التسوية الوقائية أو خطة إعادة التنظيم المالي، التناغم ما بين نظام الإفلاس والأنظمة ذات العلاقة فيما يتعلق بترتيب أولوية الديون على سبيل المثال. هذه تحتاج إلى أكثر من 18 نظام حتى تستطيع أن تتعامل مع أولوية الديون فيما يتعلق بالتسوية الوقائية وإعادة تنظيم المال عند المقترح. في التصفية لها أحكام خاصة فيما يتعلق بأولوية الديون، لكن في إعادة تنظيم المال والتسوية الوقائية مرتبطة ارتباط أصيل بالأنظمة ذات العلاقة، فنحتاج الأنظمة ذات العلاقة المتعلقة بأولوية الديون، أيضا الأنظمة ذات العلاقة فيما يتعلق بالتعاملات الحكومية وشركات التمويل وأيضا أعمال المصارف والبنوك لها أحكام خاصة بها فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، في العلاقات اللي بين الأطراف وتأثر الأنشطة في ما في الإجراء الذي يتم اتخاذه في مواجهة المدين. أيضا جزئية مهمة جدا فيما يسمى مد شهر الإفلاس إلى غير المدين، له أحكامه التي تحافظ على قاعدة مهمة جدا في نظام الإفلاس تسمى مصلحة أغلبية الدائنين، وهذا يكون من خلال إجراءات محوكمة تتعلق بالتصويت على القرارات واتخاذ القرارات والعلاقة ما بين كما ذكرنا مع لجنة الدائنين والمدين والأمين من جهة، صلاحية المحكمة في الرقابة، الدعاوى التي تقام من المدين في مواجهة الغير والاختصاص، الاستثناء في الاختصاص في الدعاوى الإدارية المتعلقة بإلغاء القرارات، الدعاوى الأخرى الجزائية، الحماية القانونية لإجراء الإفلاس سواء في الإجراءات التي تمس المدين أو تمس الدائن أو تمس الأمين أو تمس الإجراء بشكل عام، هناك حماية قانونية من خلال فرض على عقوبات الإفلاس العابر للحدود فيما يتعلق في الأصول اللي موجودة خارج البلاد في المتعلقة بالإجراء داخل المملكة العربية السعودية، كيفية التعامل معها من خلال لائحة الإفلاس أو قواعد الإفلاس العابر للحدود. أيضا العلاقة المتعلقة في المدين المتوفي، إذا توفي المدين أثناء الإجراء أو قبل افتتاح الإجراء أو بعد افتتاح الإجراء أو عند تعرضه لأي إشكالات، حتى لا يظلم الورثة، حتى لا يتعدى على الورثة، حتى لا يكون هناك بخس لأموالهم، التركات كيف يتم حصرها فيما يتعلق بالمدين في النشاط الذي يستهدف الربح، كل هذه المسائل تنظم من خلال نظام الإفلاس 231 مادة تقريبا وملحق بها أكثر من 13 لائحة وقواعد تنظم كل بما في ذلك. أيضا حتى أعمال الأمين، أمين الإجراء والترخيص له قواعد الخاصة، حتى الاجتماعات التي تتم مع لجنة الدائنين أو الدائنين والأمين والمدين من جهة منظمة بموجب قواعد، لها مدد محددة، لها إجراءات محددة، لها إجراءات غاية في الدقة، لها تصرفات دقيقة جدا تحتاج إلى تأمل. ومن أجل ذلك كانت الفكرة بعد نجاح نظام الشركات تقديم فكرة مدارسة نظام الإفلاس. أستاذ إسماعيل، بعد نجاح مدارسة نظام الشركات الجديد وكان النجاح باهر ونسبة الرضا عن البرنامج فاقت 95%، نحتاج الآن توضيح عن أسلوب المدارسة. هو صحيح أنه أسلوب قديم ولكن هو أسلوب مستحدث عبر الأنظمة التقنية الآن، فما هو أسلوب المدارسة ولماذا أسلوب المدارسة هو الأنسب لمدارسة الأنظمة؟ جميل. حقيقة أنت أستاذ عبد الرحمن أنت عارف يعني من بدأنا في نظام الشركات كانت فكرة المدارسة غريبة نوعا ما في طرحها كبرنامج. بعد النجاح هذا اللي تفضلتم به إحنا اليوم نتكلم عن نظام مدارسة نظام الإفلاس، الفكرة في أنه نتناول النظام مادة مادة، بداية من أول مادة إلى آخر مادة، ثم التعريض على أو التعرض إلى المواد المكملة له سواء في اللوائح أو في القواعد المكملة لهذا النظام أو في الأنظمة ذات العلاقة. لما نتكلم عن نص معين، مادة معينة، نحتاج أن نرجع إلى نظام، مثلا نظام الشركات، نظام الأوراق التجارية، نظام العمل، نظام تأمين مشتريات الحكومة، نظام الإيجار التمويلي، نحتاج أن نرجع إلى هذه في مواضعها.
فبالتالي عندما نتعرض إلى مادة مادة سوف نتعرض تبعا لذلك إلى النصوص الأخرى ذات العلاقة في هذه الأنظمة، فنكون استوفينا النظام من أوله إلى آخره والصورة كاملة تكونت في فهم هذا النظام. جميل، إذا نستخلص من هذا الموضوع الأهداف العامة للبرنامج، أو بمعنى آخر المسجلين والمشتركين في مدارسة نظام الإفلاس ماذا يتوقعون؟ بإذن الله تعالى يتوقعون أنه تفصيل مفصل. سوف نفصل نظام الإفلاس تفصيل كامل، وسوف نعود إلى مدارسة نظام الشركات من خلال هذا النظام في بعض المواضع المهمة اللي كانت محل مناقشة في نظام الشركات، سنحتاج المناقشات السابق ذكرها في نظام الشركات سنحتاجها في نظام الإفلاس. وهذا طبعا لا يعتد كشرط أنه تكون مسجل في مدارس لا طبعا الشركات. لا طبعا هو سيجد نفسه، هو فاهم، سيفهم من خلال بعض أحكام النظام، سيفهم أحكام كثيرة فيما يتعلق، يعني على سبيل المثال عندما أتكلم عن مادة السابعة مثلا في نظام الإفلاس أحتاج أن أتكلم عن إجراءات التصفية في نظام الشركات. جميل جدا، يعني مثل هذه الأمور التي تتم فيها إحالة. جميل، الفئات المستهدفة نتكلم عن المحامين، المحاسبين القانونيين، نعم. نتكلم عن طلاب وطالبات الحقوق، نعم. نتكلم عن الموظفين الحقوق، الموظفين الحكوميين في بالضبط. القطاعات القانونية بالضبط. الإدارات المالية، الإدارات المتخصصة في العمالية أو العلاقات الموارد البشرية مثلا يحتاجون للتعامل مع نظام الإفلاس فيما يتعلق بحقوق العمال، كيفية التعامل معها، الموظفي البنوك في الإدارات، المخاطر في إدارات القانونية، في إدارات الاستثمار في البنوك، فيما يخص تعليق المطالبات تحديدا كيفية التعامل معه كدائنين، لأن أغلب البنوك يكون في موضع الدائن، فيحتاج هو كمنشأة خاصة المنشآت الخاصة كيف يتم التعامل مع نظام الإفلاس من خلال هذه الإجراءات المتعلقة. بالنسبة لأيام المدارسة حيكون عندنا الأحد والاثنين وال إذا سمحت لي اثنين وثلاثة ربع اثنين وثلاثة والأربعاء لمدة 5 أسابيع، كل أسبوع 3 أيام، 5 × 3 = 15 يوم، نفس نظام الشركات لكن بتوسيع حتى نساعد يعني البعض كثير، يعني يكون متعب مرهق 5 أيام في الأسبوع مباشرة، نضع مجال للزملاء للمراجعة بعض المسائل، تم فرصة لاستخراج بعض الأسئلة للنقاش، لأن حقيقة هي من مسماها مدارسة لا بد يكون فيها نقاش، لأن مدارسة بدون نقاش أخرجناها عن أصلها فأصبحت إلقاء. اليوم الزملاء إحنا ما نلقى عليهم، إحنا نناقش معهم حتى نستفيد جميعا. جميل، بإذن الله تكون مدارسة رائعة، ننتظر جميع المشتركين إن شاء الله لنقدم لهم مدارسة نظام الشركة. حول كده كم دقيقة؟ حقيقة اليوم الأسلوب المدارسة أو تناول أي نظام أو أي مادة علمية عن طريق المدارسة والتفصيل بها تفصيل دقيق، وهذا النظام أو هذه الفكرة في أعمال المدارسة هي فكرة جميلة جدا تتواءم مع فكرة الأنظمة والقوانين، باعتبار أن الأنظمة والقوانين تأتي مفصلة على مواد وأحكام مرتبة، فبالتالي نحتاج أن نرجع إلى كل نظام، التعريف في النظام عادة وأحكام النظام وعدد المواد التي يشتمل عليها هذا النظام واللوائح المكملة أو القواعد المكملة له، وبالتالي فإنه في نظام الإفلاس ومدارسة نظام الإفلاس راح نعتمد الطريقة التي سبق أن تم اعتمادها في نظام الشركات من خلال تناول النظام مادة مادة والتعرض إلى أحكام اللوائح المكملة لهذه المواد عند في مواضعها، وأيضا الأنظمة ذات العلاقة، ومع التعريض على بعض الأحكام والقواعد والمبادئ القضائية أو التعاميم الصادرة من الجهات ذات العلاقة ومناقشتها من خلال أحكام نصوص المادة الرئيسية في النظام وكيفية مواءمتها مع هذه الأحكام والقواعد والمبادئ القضائية الصادرة بهذا الخصوص.